فقرة رسمية واخر شيء تسوي كذا. الله يهداك. انت بداله. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، متابعينا الكرام من جميع مناطق المملكة العربية السعودية ومن الوطن العربي بشكل اجمع. يا سلام، دائم موفق. نواف العتيبي. حياك الله. لا مكنا من اليسار اللي قال هلك، خله. سكب. نواف العتيبي. سكب يا ابو حمد. وش سبب حزنك بالبرنامج؟ سبب حزنك؟ نعم. انا ماني بحزي، من قال اني حزي؟ احت بسرعة، طلع لو خاطرك لبلده. ما عندي انا فقرتي جواب. سبب حزني هو وجود الادمي اللي علي. انت مع ضاهي غير، فلا تجيك النعل تمشي 5000. جاوب صح. سبب حزني هو قع. يعني صبغتنا. اي يلا اسلم. اي حسبك تقصد واحده ثانيه. يلا. شو اسمه؟ لا اله الا الله. سبب حزني هو وجودي مع العينات اللي انت خابرهم. شوف احنا فقرتنا ما هي ضحكي. جاوب الجواب الصحيح. انت مع ضاحي يا ولد. انت ضعت الحين. جاوب وش سبب حزن نواف عتيبي؟ جاوب كل صراحة. ما عندي حزن، أنا ما أحزن يا ضاحي. طيب وش سبب وش سبب غياب نواف العتيبي عن البث؟ وش سبب الغياب؟ انشغالي وتلخبطي في النوم. انشغالك بوشو؟ في النوم. معك جوال؟ انشغالي في التفكير. لا معك جوال؟ لا يا ضاحي. اعترف يا نواف العتيبي. لا يا ضاحي. أكيد. نعم. أكيد. إيه. أرسل الإعدادي يفتشون الغرفات. أرسل. أكيد. وما لقيت. وما لقيت يا كنترول. اقسم على نواف. لا صح، ترك الدوش. شو اسمه؟ طيب ما تلتفتون عليه. لا تلتفت، لا تراعي. طيب مش على العنزي. سم. وش سبب كثرة قصايدك؟ اني احب الشعر. ما تحس انك مللت انا بالقصايد واجد؟ كيفك تمل بكيفك. انا اقول ما تحس، انا ما قلت بكيفي. جاوب وانت ساكت. لا تمحور السؤال. يا سلام. جاوب وانت ساكت. يقول كيف اجاوب وانت ساكت؟ لا جاوب بدون لا تمحور السؤال علي. انا مقدم ولا انت مقدم؟ احترم. احترم. ما تلتفت يا ولد. لا تلتفت ولا ترى. ها وضاحي غير. تفضل يا ها. ليه كثر قصايدك؟ ما تحس انك زودتها شوي؟ لا ما. طيب ليه تنفس واجد؟ ما نفس. نفست واجد، ليه تنفس؟ متين انا عشان نفس. مش على العنزي. لا تخليني اطلع فضيحتك. احس. احس ترى والله لا اجيبه. تحداك. لا تحدى يا ولد. لا تحدنا على الشر يا ولد. اعلم بخيلك اركبه. يتمالك نفسه. يا مشعل. انا بالغرفه لا يطلع. بطلع بالغرفه. والله خليك ضيف. واضح انه توتر، واضح انه توتر. توتر. بعد شوي. انت مع ضاحي غير يا عبد الله شلهيب. عبد الله شلهيب. هل تشوف انك قدمت الشيء اللي انت راضي عنه بالبرنامج؟ اي والله الحمد لله. طيب وش اكره شيء عندك بالبرنامج؟ واحد شمل. توقعت الاجابه. سبحان الله، نفسي انا اكره عبد الله شلهيب. احترم المقدم. هو ما يحترم، هو يحسب اللعبة. انت مقدم، انا اقصد المتساوي. الدعوة احكام يا عيال. انا اقصد المتساوي. اوه احكام. ايه طع بليشك. انت مع ضحي خير، ايش براك انت؟ يا سلام. يلا كمل. يلا احسب بسرعة. وشو؟ اعمل متسابق من هو؟ ها؟ من هو افشل متسابق عندك؟ ضاحي الشمري. طيب ضاحي الشمري وش قدم لك؟ ايش قدم لي؟ وش السبب انك تكره ضاحي الشمري؟ كريه، انسان كريه. اي وش السبب؟ ما يخلي واحد ينام. ايوه بغرفة سرير جنب سرير، بس يناقز ويكسر ركبات، وبس ياكل عصاير وفطاير وقرطيس وده يشتري لكزز. طيب ودك يا ضاحي. اعطيك سؤال اخليك ما تقوم من مكانك. مخرج سبعة هذا. اي اعطيه ولا ما اعطيه؟ اعطني. اعطى عبد الله شلهيب. ايوه. لا تهور. لا عبد الله شلهيب. ضاحي خله. السؤال صراحة محير جدا. حاسك انت متوتر. انت متوتر مو ليه؟ ما ادري يا جدع. احسن انا صراحة. يلا. انا صراحة اتغاضى عن. لا لا تكفى، اعطني سؤال اخير. اتغاضى طالبك اخي. سؤال اخير لعبد الله شلهيب. عبد الله شلهيب، وش اقرب شخص لك بالبرنامج؟ وش اقرب؟ من اقرب شخص لك بالبرنامج؟ كلهم قريبين لي والله. لا حدد لي اسم. ابو هشام. ابشر بس سعد. اما عاد ابو هشام شو اسوي؟ اختار متسابق. يلا فطور. يلا
شين عيال صح احمد ربك. طيب ولا انت كنت بتروح مع واحد ختم فقرتنا الجميله بكل وين الجمال؟ ما فيها الجمال اللي يشاهد بس غير شوي بس بالله وخر بالله وخر تكفى لا توي تسويها انا توي الله لا يحييك وتسويك اسمع اسمع بني بني فقرتي